the section ننهي الشابتر ونعمل summarization. How can I predict إنه هذا التفاعل راح يمشي SN1 ولا SN2 ولا E1 ولا E2؟ اتذكروا قبل شوية حكيت لكم إنه في قاعدة مهمة اللي هو wherever there is SN1 there is an E1. فأول إشي بدي أوضح هاي اللي هو how the E1 compete with SN1. شفنا إنه الـ E1 والـ SN1 إلهم نفس الـ reaction condition. They have same condition. So mixture of product always will be obtained. فمثلا إذا عندي هذا الألكيل هيلايد وهيو هذا الألكيل هيلايد is a tertiary alkyl halide and I react it with CH3CH2OH. This one will act as weak nucleophile or weak base. Then a substitution تيجي الـ OCH2CH3 محل الـ BR هيو الـ SN1 product أو بصير elimination اللي هو double bond. So either E1 or E2 will be produced. مين اللي بيحدد؟ قلنا whether it's SN1 or SN2 في several factors. The strength of the nucleophile determine the order. Stronger nucleophile or base will promote the bimolecular. إذا عندي stronger nucleophile أو base ببطل يصير SN1 E1 بصير SN2 or E2. So إذا استخدمت stronger nucleophile بده يصير SN2. إذا استخدمت stronger base بده يصير E2. إذا weak لازم تكون weak. The primary halide usually undergo SN2. إذا كان primary فيش احتمالية إنه يتكون E1. يعني بالprimary there is no E1. هاي شغلة. لأنه أصلا فيش SN1 بالprimary. فمستحيل يجي E1. لأن التيرتشري راح يعطيني ميكستشر لأنه التيرتشري بيعطيني SN1 وبالتالي راح يعطيني A1 واحتمال A2 لأنه الـ E2 قلنا إنه بهمه الألكين يكون مور سبستيتيوتد. الآن مين اللي بروموت السبستيتيوشن أكثر من الإليمينيشن أو الإليمينيشن أكثر من السبستيتيوشن؟ التمبرتشر. إذا عندي هاي تمبرتشر it favors the elimination. فأنت مجرد ما شفت على السهم هيت راح يطلع عندك ميكستشر لازم يطلع الكي. الآن السكند فاكتور اللي ممكن ألاحظه ويتكون عندي elimination إذا استخدمت بيز بالكير زي اللي قبل شوي استخدمت ال KOCCH3x3 اللي هي تيرشر بيتوكسايد. إذا استخدمت bulkier base elimination will be favored. إذا elimination will be favored باستخدام bulkier base أو باستخدام الهيت. You will promote the elimination product. الآن نيجي على الأربع أنواع من التفاعلات واللي هم الميكانيزم الـ SN1 والـ SN2 والـ E1 والـ E2. كيف بدي أعرف إنه راح يصير SN1 ولا SN2 ولا E1 ولا E2؟ أول إشي بدنا نحط الـ SN1 مع الـ E1 ككاتيجوري ونحط الـ SN2 مع الـ E2. يعني هم فعليا انا بدي افكر فيهم كثنتين مجموعتين وليس اربع مجموعات. اوكي؟ فـ SN1 لانه قلنا wherever there is SN1 there is E1. والـ SN2 مع الـ E2. خلينا نبدا. اذا عندي primary هل ممكن يتكون هذا الباتش الاولاني SN1 E1؟ لا. اذا عندي primary معناته ام on SN2 E2 بس. الـ SN2 شو بده؟ بده strong nucleophile, good nucleophile. زي مين good nucleophile؟ زي الـ RS- الـ I-
البي ار ماينس السي ان ماينس، اذا استخدمت ار او ماينس اتس نوت جود نيوكليوفايل اتس جود بيز. سو اي 2 راح يصير اف اي هاف سترونج زي الار او ماينس مثلا او ستريكتلي هندرد بيز زي التيرشري بيتوكسايد. اذا عندي برايمري واستخدمت سترونج نيوكليوفايل زي الثيوليت ار اس ماينس اي ماينس سي ان ماينس بي ار ماينس بتكون اس ان 2. اذا استخدمت بيز والبيز زي الار او ماينس او ستريكتلي هندرد بيز زي التيرشري بيتوكسايد راح يتكون اي 2. فمثلا this is a primary وهي primary. لاحظوا بالحالة الأولين شو استخدمت NaCN، يعني عندي CN minus which is strong nucleophile، so راح يتكون عندي SN2 بنسبة 90%. حالة الثانية استخدمت this one وهي bulkier base، مين راح يطلع الميجر؟ E2. فإذا استخدمت bulkier base راح يكون E2، إذا استخدمت strong nucleophile راح يطلع SN2 بحالة primary. طيب secondary هون المشكلة. secondary is challenging، ليش؟ لأن secondary بتكون فيه SN1 E1 وبتكون فيه SN2 E2. يعني الأربعة possible mechanism موجودات في السكندري، لأنه بالنص السكندري. How can I differentiate between them؟ نوع الألكل هيلايد ما بقدر أحدد. إذا معناته بدي أروح على النيوكليوفايل أو البيز. إذا عندي strong nucleophile وين راح أروح؟ على أي patch؟ على هاي. إذا عندي strong nucleophile معناته ما في SN1 في SN2. إذا عندي strong nucleophile راح يروح باتجاه الـ SN2. stronger base راح يروح باتجاه الـ E. So this is secondary alkyl halide. مع NaOCH3. الآن الـ NaOCH3 is strong base. إذا مرحناته رح يطلع الـ elimination product اللي هو الـ E2 as major. الآن الـ E2 منين رح يجي؟ عندي هاي بيتا هيدروجين وهاي بيتا هيدروجين، يعني رح يتكون الدبل بوند يا على اليسار يا على اليمين. هاي الدبل بوند على اليسار أو اليمين. مين الميجر؟ هاي الميجر. ليش؟ لأنها more substituted. إذا تو ألكين واحد منهم ميجر، وهذول الثنتين هم جايات من الإي تو أصلا هذول ميجر. substitution تيجي الأو سي اتش 3 محل البي آر، هذا الأسن. This is minor أسن. إذا هذا رح يعطيني ثلاثة product. هذا رح يعطيني ثلاثة product. الميجر فيهم راح يكون الإليمينيشن برودكت اللي جاي من الـ E2، وإذا كان أكثر من واحد المور سبستيتيوتد بيكون ميجر عنهم. يعني بمعنى إذا بدي أفكر بنسبة مئوية كأنه هذول الثنتين مثلا 80% وهذا كأنه 20%. هذول الثنتين 80% هذا راح يطلع مثلا 90% وهذا 10% مثلا، فهذا ميجر عن هذا. هذا طبعا من ضمن ال 80%. الان هاي الحاله الاولى اذا كان عندي سترونج نيوكليوفايل او سترونجر بيز. فاذا عندي سترونجر بيز راح يصير الميجر اي 2. طيب اذا عندي ويك نيوكليوفايل، اذا عندي ويك نيوكليوفايل معناته راح افكر باتجاه مين؟ بالـ SN1 E1 patch. هاي مثال الـ CH3OH. This is weak. إذن هاي رح تعطيني SN1
وراح تعطيني E1 نفس الاشي الدبل مندي على اليمين وعلى اليسار وهاي ميجر. بس مين راح يطلع عندي الميجر برودكت الاس ان 1؟ سو اذا اذا وي كان نيوكليوفايل راح يطلع عندي الاس ان 1. ليش؟ انا شو قلت؟ قلت انه الاس ان 1 involved formation of the bond. بين الـ E1 involved breaking the bond. وenergetically the formation is better than breaking. فبطلع الـ SN1 is major والـ E1 is minor product. So this is regarding the secondary. إذا بدي ألخص الـ secondary وهذا السلايد اليوم ضفته، هذا مش موجود بالبي دي اف، ضفت لكم اياه امبارح. يعني كسمري بالنسبه للسكندري، هون كله بنحكي عن السكندري. فمشان اعمل سمري قلنا السكندري اذا عندي سترونج نيوكليوفايل او سترونجر بيز. اعطيناكم مثال على سترونجر بيز وقلنا بالسترونجر بيز بيطلع الاي 2 از ا ميجر، بينما إذا استخدمت strong nucleophile بيطلع الـ SN2 هو الميجر. إذا stronger nucleophile أو stronger base بده يطلع SN2 E2. الآن إذا كانت nucleophile stronger منها كبيز راح يجي SN2. لاحظوا هنا شو استخدمت؟ RS minus. هنا شو استخدمت؟ RO minus. The RO minus is weak nucleophile, stronger base. Okay, فلما أشوف RO minus معناته هاي stronger base، فراح يجي عندي E2 as major product. إذا RS minus راح تطلع SN2 as the major product. الإليمينيشن اللي هي الدبل بوند على اليمين أو على اليسار لأنهم identical. بينما إذا عندي weak nucleophile راح يطلع عندي mixture of SN1 and E1 وال SN1 always is a major. So إذا عندي weak SN1 و E1 وال SN1 هي الميجر. بس إذا عندي strong بدي أنتبه إنها strong nucleophile ولا stronger base. إذا stronger nucleophile SN2 major. The stronger base E2 is a major. So this is regarding a secondary. في حالة التيرشري الأمور واضحة. إذا عندي تيرشري بدي أفكر بمين؟ بال SN1 E1 صح؟ الآن بالنسبة لل SN2 هذا مش وارد إطلاقا بالتيرشري صح؟ لأن الـ SN2 بدها primary. إذا معناته الـ possibility اللي بيظل بالـ tertiary SN1 versus E1 و E2. إذا ثلاثة possibility. كيف بميز بيناتهم؟ If we use a base زي الـ OH- أو الـ RO- then E2 will be major. فلاحظوا this is tertiary واستخدمت NaOCH3 which is a base. So this is strong. Stronger base. Stronger base does not go for E1 لأنه الـ E1 weak. فراح تنتج تجاه الـ E2. فالـ E2 is a major. طلع عن نسبته 97%. If we use weaker weaker اللي هو as this one. This is weaker nucleophile, weaker base. واستخدمت heat راح يطلع عندي mixtures of SN1 and E1. وقلنا مين الميجر؟ ال SN1. إذا هاي بحالة التيرشري. إذا بحالة التيرشري إذا استخدمت weak nucleophile واللي هي ممكن تكون weaker base راح يطلع عندي SN1 زائد E1. Wherever there is SN1 there is E1. بس قلنا دائما الفورميشن is major than bond breaking.
بس بحاله السترونج، هاي سترونج بيز نوت سترونج نيوكليوفايل، وبالتالي راح يتكون E2 as a major والSN1 من النيوكليوفايل وسبستيتيوشن بس 3%. So this is a comparison or some general يعني hint to differentiate between SN1, SN2, E1, E2. طبعا هذول الأنواع التفاعلات بالنسبة للألكيل هيلايد يريد them and they look simple so you can solve يعني the question. وهاي من خبرتي هي مشكلة الطلاب بهذا الشابتر، بهذا الشابتر زي مشكلتهم بالستيريو كيمستري، بيقرب يحس حاله فهمان، بيجي حل الأسئلة بيطلع كلهم غلط. نفس الاشي راح يصير معكم بالالكيل هيلايد الا اذا انتبهتوا. فايتس فيري ريسكي تو ثينك اوف ذا تايب اوف ذا رياكشن. نيجي ناخذ كم مثال بريدكت الميكانيزم. باجي بطلع شو الميكانيزم اللي راح يجي هون. هذا اول اشي تيرشري. تيرشري قلنا شو الاحتماليه، SN1 E1 او E2. بدي اجي اطلع هون، this is a neutral واللي هي يعني weak مع heat، معناته راح يروح SN1 E1. That's it. مين الميجر؟ ال SN1 is a major. هذا ال SN1 product ان ال OCH3 بتيجي محل ال BR، وال elimination product الآن يا بدي أخذ الدبل بوند من أخذ الهيدروجين هاي، يا بدي أخذ الهيدروجين هاي، فراح يطلع عندي 2 ألكين برودكت and this will be the major. ممكن السؤال يسألك how many possible product are there، ممكن يسألك مين الميجر بهذول الثلاثة برودكت. predict the mechanism. This is secondary. السكندري قلنا مشكلته مشكله لانه راح يطلع عندي الفور بوسيبيليتي. قلنا دائما بحط الاس ان 1 اي 1 مع بعض والاس ان 2 اي 2 مع بعض. فباجي this is an OCH3 يعني this is strong. Strong either a nucleophile or base. الان this is alkoxide فهي stronger base. Therefore اللي راح يتكون عندي هذا stronger base، يعني راح يطلع E2 as a major product. الآن عندي two possibility، يا double bond على اليمين يا double bond على اليسار. مين الميجر فيهم؟ هاي لأنها more substitute. إذا صار SN2 راح يطلع هذا SN2. So this is again how you predict the type of product and how many possible products are there. Tell what product you expect and by what mechanism it's formed for each of the following reaction. 1-chloro-1-methylcyclohexane. هاي 1-chloro-1-methyl. هاي CL وهي CH. زائد ايثانول، هذا تيرشري. التيرشري وين بده يروح؟ التيرشري بده يروح SN1 E1 او ممكن يروح E2. فاجي بطلع الكونديشن ايثانول، this is neutral. So this is neutral nucleophile، فهذا راح يمشي SN1 E1. SN1 E1 يعني راح تيجي الايثانول محل السي ال اللي هي OCH2CH3، هذا اسمه SN1. أو إليمينيشن راح تتكون الدبل بوند يا إما هون اللي هي على هاي CH3 أو على واحدة من هذول. So two elimination product. Which one is the major? The substitution. طيب إذا استخدمت صوديوم إيثوكسايد. صوديوم إيثوكسايد is strong nucleophile. Strong nucleophile, stronger base.
الآن this is tertiary stronger nucleophile. هاي قلنا SN2E2 وكونها tertiary ما بصير في SN2، إذا only E2. إذا بالحالة الثانية بس هذول بتكونن as a major، وهذا طبعا is major over this one. So هيك بنكون ورجيناكو different ways of يعني problem we solve them and we think of how we can predict the type of mechanism. مين عنده سؤال؟ واضحة الأمور؟ مين مش فهمان؟ يعني حاليا ما أظن يكون لنا أسئلة، بعد ما نحل أسئلة إحنا على الشابتر رح أكيد نرجع نسأل. يعني واضحة الأمور من الشرح؟ واضح، يعطيك العافية دكتور. طيب إذا واضحة الأمور هاتوا خلينا يعني بخمس دقائق هيك شوي نحرككم ونشوف مين اللي نايمين، يعني بس مشغلين الهاي. خلينا ناخذ بالناس يعني هيك عشوائيا. وين سارة؟ سارة شطناوي. طيب وين هديل؟ طب وين فوتون؟ وين رزان؟ رهف. تسنيم. قطر الندى. موجودة دكتور. طيب تعالي يا قطر الندى. دكتور. How many products are expected from the following reaction؟ هذا الرياكشن. كم possible product ممكن يطلع عندي؟ نيجي على نوع الألكل هيلايد. شنو على الألكل هيلايد؟ هون عندنا برومو. تمام، ف الدكتور بده كم ناتج حيطلع ولا ايش بالضبط؟ هي السؤال. هاو ماني برودكت؟ هو مكتوب ثلاث. شو هن الثلاث؟ انا بعرف انه مكتوب ثلاث، شو هن الثلاث؟ اس ان 1 اس ان 2 اي 1 اي 2 شو هن؟ إيه راح يكون في اس ان 1. ليه؟ لما البروم بتروح ليش بده يكون اس ان 1؟ انا بطلع على نوع الالكيل هيلايد، شو دخلني بالبروم؟ انا بطلع على نوع الالكيل هيلايد، هذا الالكيل هيلايد از تيرتشري. تيرتشري معناته راح يمشن اس ان 1 in competition مع E1 أو E2، فرح يطلع عندي SN1 product. تمام، رح يطلع عندي elimination. elimination سواء E1 ولا E2 رح تكون إما الدبل بوند من هاي الجهة أو على هون، هذول هم الاثنين الإليمينيشن.
واحد substitution هي الثلاثة. الإليمينيشن واحد فيهم ميجر واحد فيهم ماينر. مين الميجر بالثلاثة برودكت؟ الأسأل أيوة. هسا السؤال هذا السؤال هيك بيجيك بالامتحان، يا إما how many product يا إما بقول لك what is the major product in the following reaction by what mechanism. طيب غيره مين حاب يختبر حاله؟ ما حد بده يختبر حاله؟ What product result from reaction between R2-bromo and hydroxide? This is 2-bromo pentane. يعني هاي secondary. و R يعني من chapter stereochemistry يعني هذا it is known stereochemistry. مع hydroxide ion يعني مع HO minus. هاي شروط مين؟ SN2 mechanism. لاس ان 2 اذا بدات ب ار راح انتهي ب اس برودكت. فهيك نوعيه الاسئله الثانيه ممكن تشوفوها كتابيه ويطلب منك فورا، فبدك تعرف شو الميكانيزم حتى تجاوب الجواب. The two most likely mechanism for 2-iodohexane وهذا secondary when heated with ethanol. شو البوسيبيليتي when you heat it with ethanol؟ This is weak nucleophile أو weak base، فهذا راح يروح باتجاه SN1E1 patch، therefore راح يمشي SN1E1 لا E1E2 ولا SN2E2 ولا SN2 و SN1. فبدك تعرف كمان هذا النوع الآخر من الأسئلة. أو arrange the following alkyl halide to their reactivity via SN1، بيعطيك different alkyl halide بقول لك رتبهن حسب SN1. الاسن 1 بده تيرشري اكثر من سكندري اكثر من برايمري. باجي الاولى تيرشري، هاي برايمري، هاي سكندري وهاي برايمري. اذا التيرشري اكثر من السكندري بضل عندي ثنتين برايمري زي بعض، فرق بيناتهم سي ال وبي ار، البي ار احسن من السي ال. او نوع اخر من الاسئله، the rate of reaction below depend on what؟ بعطيك تفاعل بقول لك الريت بيعتمد على مين. باجي بطلع هاي primary alkyl halide and this is strong nucleophile، اذا هاي SN2، اذا بيعتمد على both concentration of alkyl halide and SN1. ممكن يجيك احد الخيارات it's second order او first order. It is second order. So these are some examples of questions you expect to see in the exam. طبعا هذا كمان مش موجود بالبي دي اف، ضفته اضافه امبارح مشان just to practice some questions with you. So I'm done with this chapter and we'll start next time with chapter 7. الان في يوم الثلاثاء عندي مشكله، عندي اجتماع بعمان فما راح اقدر اعطيكم محاضره يوم الثلاثاء بوقتها. As usual راح اكلف شيماء انه ترتب معكم لتعويض عن محاضره الثلاثاء اني تايم بدكم اياه، مش بالضروره صباحا، ممكن تكون ثلاثة مساء، ممكن تكون يوم الاربعاء مساء، ممكن تكون الساعه 4 الساعه 2 ظهر، it doesn't matter. اتفقوا على وقت وخبروني فيه.